طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض النهارده هنبدأ نسطب الفيرشوال ماشين بتاعة اللابس بتاعتنا، تمام؟ الفيرشوال ماشين المفروض زي ما انتوا اخدتوها من زمايلكم، اخدت فولدر بالشكل ده، تمام؟ عبارة عن مجموعة هارد ديسكس، تمام؟ والاو في اف فايل. احنا دلوقتي عايزين نعمل نفتح الفيرشوال ماشين كفيرشوال ماشين، نفتحه بس قبل ما نعمل اي كونفيجريشن. فبنفتح الفي ام وير، وبعمل اوبن فيرشوال ماشين، واختار الاو في اف فايل اللي انا ايه اللي انا هشتغل عليه. بيطلب مني بقى الدايركتريز ان انا هخزن فيها او كده، ما تخليهاش تخزن في السي ماشي، عشان انت هتحتاج سبيس كبير، هتحتاج حوالي 56 جيجا، تمام؟ يعني اعمل فولدر كده في اي مكان عندك وسميه داتا ساينس، داتا اناليتكس مثلا، في ام، وده المكان اللي احنا عايزين الفيرشوال ماشين تتسطب فيه. مش هتتسطب فيه بعد، هتكستراكت فيه، يعني الفايلز بتاعت الفي ام وير نفسها هتشتغل فين؟ هنا. يعني الوركينج دايركتوري بتاع الفي ام وير نفسه هيكون فين؟ الفولدر ده. فاحنا هنا عملنا اوبن، ده الفولدر بتاعي اللي انا ايه اللي هو الوركينج دايركتوري، او انك تنسخه هنا يعني مش لازم تجيبه بالكلاود. وبعد كده بتعمل بيبدا بقى الامبورت ده، يبدا يعمل امبورتنج، يفك الايه الاو في اف فايل بتاعك، تمام؟ الخطوه دي ممكن تقعد ربع ساعه. احنا وقت تسجيل، نعم؟ وطبعا السكشن جميل النهارده، يعني هي سلايد واحده، عايزين نعمل في السلايد دي بقى. زي ما انتم شايفين كده، احنا عندنا حاجه اسمها كلاينت، وعندنا حاجه اسمها سيرفر. طبعا كلنا عارفين يعني كلاينت ويعني سيرفر، صح؟ بس احنا عايزين بقى نعمل كل ده على الجهاز بتاعنا. يعني عايز اعمل كلاينت والسيرفر على اللابتوب بتاعي، تمام؟ طيب الكلاينت والسيرفر على اللابتوب بتاعي، هنعمل السيرفر على فيرشوال ماشين، ماشي؟ نعمل السيرفر على فيرشوال ماشين، ونعمل الكلاينت على الويندوز عادي بتاعي، يعني الويندوز اللي انا شغال عليه ده هيبقى هو الكلاينت بتاعي. لما اقول لك الكلاينت يبقى انا شغال على ايه؟ على الويندوز اللي عندي مثلا، على اللابتوب نفسه، تمام؟ لكن لما اقول لك سيرفر دي معناها ايه؟ الفيرشوال ماشين اللي عندنا، سواء كانت مسطبه عندك او مثلا واحد صاحبك مشاير نت وداخلين مع بعض، هو مدخلك على الفيرشوال ماشين بتاعته. دي دوبل، بس لازم تبقوا في نفس النت، بيدي لك الاي بي وتخش. فالسيرفر بالنسبه لنا هي الفيرشوال ماشين، تمام؟ احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين الكلاينت ده، عايزين ندي للكلاينت اي بي، ندي للسيرفر اي بي، دول يشوفوا بعض، تمام؟ وبعد كده عايزين الكلاينت نفسه يكونكت للسيرفر من خلال او دي بي سي كونكشن، عايزين يكونكت بالسيرفر من خلال اس اس اتش كونكشن، عايزين يكونكت بالسيرفر من خلال الوين اس اس بي اللي هو الفايل سيستم، يشوف الفايلز نفسها. طيب وعايزين والسيرفر بتاعنا الفيرشوال ماشين يعني اللي انت اخدتها مني، هتلاقي مسطب عليها الار ستوديو، هتلاقي مسطب عليها الجريف لون، هتلاقي مسطب عليها الهدوب والفاير والاتش بيز والبيك. دي التولز اللي متسطبه اوريدي على ايه؟ على الفيرشوال ماشين اللي عندك، تمام؟ احنا بقى عايزين نعمل ايه النهارده؟ عايزين اول حاجه نكونفيجر السيرفر ده كويس، ونقدر من الكلاينت بتاعنا نقدر نكونكت على الايه؟ على السيرفر. من خلال الكلاينت بتاعنا نقدر نكونكت على السيرفر. طيب عشان الكلاينت والسيرفر الاثنين يشوفوا بعض، انا محتاج الاثنين دول منهم، محتاج الاثنين دول يكونوا على النتورك، صح؟ طب انا وانا هجيب كابل كده واوصله بالفيرشوال ماشين، يعني اطلع كابل من هنا وادخله الناحيه الثانيه، اكيد مش هتحصل كده. في حاجه اسمها الفيرشوال نتورك نفسها، هتلاقي ديت موجوده في الفي ام وير، هو بيعمل نتورك ما بين الجهاز بتاعك وما بين الفيرشوال ماشين، كان ده في مكان وده في ايه؟ في مكان ثاني. انواعها كتير، في منها اللي بيشير على نفس الاي بي بتاع الجهاز، في منها اللي بيبقى هوست اونلي، وفي منها اللي بيطلع الفيرشوال ماشين على النتورك اللي انت كونكتد عليها بكابل، او النتورك اللي انت كونكتد عليها باي فاي.
تمام. احنا هنشتغل على نتورك لوكال اللي هي الهوست اونلي، او معظم الناس اللي ترتبط في ام وير هيسميه، هتلاقي اسمها في ام نت 1، دي النتورك اللي احنا هنشتغل عليها. تمام، هنكونفيجر النتورك دي بحيث تكون السبنت ماسك بتاعها يقدر يغطي الاي بي او الاي بي مع بعض. تمام، دي الخطوه الاولى، يعني هنعمل النتورك بتاعتنا على الايه، على الفي ام وير. تمام كده، احنا عملنا ايه، عملنا الماشين وعملنا الكمبيوتر بتاعنا، وصلنا بينهم بايه، بالكابل بتاع النتورك. تمام، ودي ده الاي بي، ادي الجهاز بتاع الاي بي، والجهاز بتاعي هيبقى كونكتد بنتورك ثانيه فلازم ياخد اي بي، ودي للايه، للسيرفر الاي بي، والاثنين يكون ليهم نفس السبنت ماسك عشان الاثنين دول ايه، في نفس النتورك فيشوفوا بعض. دي اول خطوه. طيب بعد كده، بعد كده خلاص احنا عملنا الكونكشن ما بين الكلاينت والسيرفر، تعال نجرب بقى الكلاينتات اللي عندنا. وبعد كده هنكونفيجر الداتا بيز بحيث نعمل يوزر لينا نخش عليه، يعني الداتا بيز اللي معانا بتاعت جيم بلان، نعمل يوزر لينا احنا نخش عليه اللوجن بيه ونخزن فيه الداتا بتاعتنا، وبعد كده هنلوجن عليه حتى بالاو دي بي سي من على الكلاينت بتاعنا. طيب السيرفر شغال بلينكس، والجهاز بتاعي شغال باي اوبريتنج سيستم، معظمنا ويندوز. تمام، انا عشان اكونكت من على الويندوز او من اي حته على السيرفر، لو السيرفر ده كان ويندوز، في حاجه في الويندوز اسمها ريموت ديسكتوب. الريموت ديسكتوب ده يعني انا كاني قاعد هنا، تمام، اخش على الجهاز الثاني ده، شايف الجي اي وشايف البروجرامز بتاعته كاني قاعد عليه بالظبط، فده الريموت ديسكتوب. تمام، طيب بس ده لينكس، لينكس ما فيهوش ريموت ديسكتوب. تمام، طب بعد احنا عشان اكسس اللينكس ده محتاج ايه؟ انت ممكن تحتاج اس اس اتش كونكشن. اس اس اتش كونكشن ديت هتخش على السيرفر بكوماند، يعني تكتب الكوماندز اللي بتبقى في التيرمينال بتاع اللينكس، تكتبها عندك على الكلاينت نفسه من غير ما تفتح الفيرشوال مشين، يعني الفيرشوال مشين رانينج في الباك جراوند وانت مش فاتحها، او موجوده بقى حطيتها على سيرفر، اي سيرفر عندك حطيتها على جهاز وبتكونكت بشبكه، وات ايفر الابروتش اللي انت هتعمله. بس انا هبقى قاعد هنا على الجهاز بتاعي، تمام، وعايز وانا قاعد على الجهاز بتاعي اكسكيوشن سكريبت على السيرفر نفسه، مش كده؟ دي اللي اسمها اس اس اتش كونكشن، دي اللي اسمها اس اس اتش كونكشن. طيب يا باشمهندس انا عايز اشوف الفايلز بعيني، يعني عايز اشوف الفايل كده واعمل داونلود من السيرفر واعمل موجود على السيرفر، هنستخدم تول اسمها وين اس اس دي. وين اس اس دي هتجيب لك الفايل سيستم بتاع لينكس نفسه كانك قاعد وانت برضه فاتح من لينكس. على فكره كل ده اوبن سورس برضه. تمام، طيب هي في حته احنا مش هنشتغل بيها خالص، بس لمعرفتك يعني لو انت حابب تشتغل على الجي اي اللي المفروض يطلع في لينكس نفسه، يعني تفتح لو انت مسطب تول على لينكس اللي هي الجي اي وانت ريموتلي، يعني انت مش فاتح اللينكس نفسه، هتعمل ايه؟ حاجه اسمها اكس لانشر. في حاجه في سوفت وير اسمه اكس لانشر. اكس لانشر ده يكونكت شبه الاس اس اتش، بس هيرن الجي اي ويطلع لك من ويندوز عندك. يعني الجي اي اللي هو عند اللي هو بتاع السيرفر نفسه هتخليه يرمي عندك انت على الويندوز. تمام، هو ده الاكس لانشر. جربوه، بس يعني احنا مش هنشتغل بيه في السكشن. طيب النوع الاخير من الكونكشن اللي احنا عايزين نعمله الاو دي بي سي كونكشن. حد عارف يعني ايه او دي بي سي؟ او دي بي سي كونكشن دي اول واحده، هي حاجه تبقى في الداتابيس كلاينت. بص، الاو دي بي سي كونكشن ديت زي ستاندرد كده معمول عشان اكونكت للداتابيس. تمام، طيب عشان اكونكت للداتابيس، اي داتابيس في الدنيا لازم يكون فيه درايفر اللي هيعرف الكوماندات دي ماشيه صح ولا غلط، صح؟ طيب هو احنا اشتغلنا على جيم بلا قبل كده او على بوست جريس سيكوال قبل كده، يبقى احنا محتاجين الاول نسطب الدرايفر بتاع الايه؟ بتاع الداتا بيز دي يتسطب عندي، وكونفيجر الاو دي بي سي كونكشن. الاو دي بي سي كونكشن لو حد اشتغل دوت نت حتى هتلاقيك انت بتكتب يوزر نيم وباسورد والاي دي بتاع الداتا بيز والبورت نمبر بتاع السيرفر اللي هي الداتا بيز دي قايمه عليه. انتوا عارفين البورت نمبر صح؟ يعني بص انت بتكتب معيش الاول. طيب وعامة بتكتب الاي بي وبتكتب كولوم في بعض ونصين في بعض كده وبتكتب البورت نمبر. البورت نمبر ده لو فاكرين في النتورك كان بيقول لك ايه؟ ده اللي بيميز الابلكيشن نفسه. يعني كل شكرا. يعني بص انت لو كتبت الاي بي بتاع السيرفر بتاعنا 192 168 دوت 1 دوت 8، مش ده الاي بي بتاع السيرفر؟ صح؟ الاي بي بتاع السيرفر ده السيرفر نفسه. طب مش في ابلكيشنز قايمه على السيرفر ده؟ في سيرفيسز قايمه على السيرفر ده؟ انا عايز كل السيرفيس دي بنفسها.
هعرف السيرفيس ازاي؟ من خلال حاجه اسمها بورت نمبر. بكتب نقطتين كده بعد الاي بي وبكتب هنا البورت نمبر بتاع الابلكيشن اللي انا هشتغل. فطبعا الداتا بيس هيكون لها بورت نمبر، الار ستوديو ده اللي احنا بنشتغل عليه برضه مع الكلاينت هيكون ليه بورت نمبر، تمام؟ اي ابلكيشن هنشتغل عليه هيكون ليه بورت نمبر، حتى الـ SSH كونكشن بورت نمبر بتاعها 22، يعني انت بتكونفيجر معايا ان شاء الله على البوتي لما تيجي تشتغل على الـ SSH كونكشن هتلاقي لها بورت نمبر، لان هو ده الستاندرد اللي الناس ايه شغاله عليه، تمام؟ طيب لحد الحته دي حد مش فاهم احنا هنعمل ايه؟ اي اسئله؟ يعني النهارده كله في الحته دي بس، عشان انت بعد كده هتتعامل بقى مع نفسك في الموضوع ده. حد عنده اسئله في الابروتش اللي احنا بنشتغل عليه ده؟ هو مين اللي بيطبق؟ طيب هي كده خلصت. احنا هنعمل ايديت للفيرشوال ماشين. انا هخلي الرامات بتاعتها 4 جيجا، تمام؟ انت ممكن تخليها لحد 2 جيجا هتشتغل معاك كويس، 1 جيجا يبقى انت ايه ممكن تعلق معاك، يعني لو في كوري اشتغلت ممكن تهنج معاك لو انت اشتغلت على 1 جيجا. انا مديها 4، تمام؟ طيب دي كده يا جماعه هتخش على النتورك. بص كده هنختار ايه؟ هوست اونلي. هوست اونلي ديت لو او كاستم وتختار في ام نت 1 اللي هي هوست اونلي برضه. هي دي، تمام؟ هنختار هوست اونلي. طيب الجهاز بتاعي المفروض يبقى داخل على النتورك دي برضو، هوريك ازاي بتحصل. ده اول نخش ماشين. طيب انا ككلاينت داخل على سيرفر، داخل سرعه على نتورك، مش كده؟ فين بقى النتورك بتاعتي؟ فين المكان اللي انا موصل فيه الكابل؟ بص كده لو انت فتحت النتورك كونكشنز هتلاقي الفي ام وير نفسه مسطب عندك حاجه اسمها ايه؟ في ام وير نتورك ادابتر في ام نت 1 نت 1، تمام؟ عايز تكونفيجر الاي بي بتاعه بتيجي على حاجه اسمها فيرتشوال نتورك اديتور. الفيرتشوال نتورك اديتور ده هتلاقي فيه اكتر من حاجه زي ما انت شايف كده. لو انت جيت تعمل تشينج ستنجز بتاعت الفي ام نت 1 بس كده في ام نت 1 انا شايل الدي اتش سي بي لان انا مش عايزها تبقى اوتوماتيك اي بي، انا عايزها ستاتيك. وكاتب ان الايه؟ السب نت اي بي. ممكن بس لا انا فتحت الفيرشوال تشينج معايا سيرفرز. بص كل ده بيتسجل، فانت يعني ايه يعني حاول تلقط الفكرة وانت هيبقى معاك الفيديو، تمام؟ بصوا كده يا جماعة انا عملت ايه؟ في ام نت 1 دي اللي انا هكونفيجر عليها، تمام؟ بص كده خليت السب نت اي بي بتاعها كام؟ 192.168.0.0 والسب نت ماسك بتاعها 255.255.0.0. دي فيها مشكلة؟ نتورك عادية. كده احنا عملنا الايه؟ عملنا البتاع دي طبعا ما غيرتش، عملت كنسل ديت ممكن تلاقيها معمول لها ديسيبلد، فتعمل لها انيبل هتبقى دي انيبل، وتيجي هنا في البروبرتيز بتاعتها وتيجي تعمل ايه؟ الاي بي فيرجن 4 تختار البروبرتيز بتاعته وتحط ستاتيك اي بي. بص كده ستاتيك اي بي بتاعنا هيبقى كام؟ بتاع الكلاينت صح؟ 192.168.0.0.2، تمام؟ اهو بص كده. والسبنت ماسك طبعا 255.255.0.0 ومفيش ديفولت جيت واي، شيل الديفولت جيت واي بتاعك، تمام؟ كده احنا عملنا النتورك ودخلنا الكلاينت بتاعي على النتورك. تعالوا نشوف ال V
الفريم وير قامت ولا لا عشان نشيل السبتوم. طيب اللي قدامي بقى ده اللينكس بيطلب مني لوجن، اللوجن بتاعنا الروت باسورد جي بي اس ان اي كده الروت بتاعي شغال تمام. طيب وانا مش عاجبني الشكل ده فهقوم الجي اي بتاعت اللينكس انشلايز 5 تمام. دي هتقوم الجي اي بتاعت السنتوس بتاعي. طبعا ممكن اعمل كده اكبر بقى الفيرجن الجي لو انت عايز تطلع من فيم وير اوتو كنترول عشان تطلع المصدر. اتفضل هتلاقيها في البي دي اف جي بي اس ان اي. بص هكتبها قدامك اهي. جي بي اس ان اي دي الباسورد بتاعتك اليوزر نيم روت والباسورد جي بي اس ان اي روت هتلاقيها في البي دي اف تمام. طيب تعالوا لوجن على السيرفر بتاعنا روت جي بي اس ان اي روت. طيب دلوقتي عملنا رسمتنا عملنا كلاينت ودخلناه على الايه على النتورك. تعالوا بقى ندخل السيرفر نفسه. اتفقنا سيرفر يعني فيرجن جي. نفتح تيرمينال تمام. بص بقى كده هنكتب الكوماند اللي بيفتح الكونفيجريشن بتاعه النتورك او هتلاقيها في الجي اي ممكن تقومها هو اسمه سيستم كونفيج نتورك ولا نتورك كونفيج كونفيج نتورك. ده هيفتح لك الجي او اي بتاعت النتورك اللي انت ممكن تكونفيجر عليها الايثرنت 0. ده الايثرنت اللي انت هتكونفيجر عليه. بس اتاكد الاول ان انت مدخل الفيرشوال ماشين بتاعتك على في ام نت 1. اتاكد مستقيم لاي مستقيم احنا متفقين ان هي في ام نت 1 اللي هي نفس النتورك بتاعت الجهاز بتاعك. خش هنا اعمل له ايديت يا اما تعمل ايديت من هنا يا اما تدوس عليه دبل كليك كده. احنا هنخلي الاي بي بتاعنا ستاتيك بوينت 1 بوينت 8 ونخليه نفس السب ماسك بتاعي ومفيش فولت تمام. طيب بص الماك ادرس ده اللي هو الايدنتيفاير اللي بيميز على الفيزيكال لاير خالص في النتورك. احنا هنعمل بس بروب كده عشان يجريت ماك ادرس تمام. بص الزرارين اللي ظاهرين ده اللي بيعمل سيف ماشي. هو بيجريت ماك ادرس وصلت ده عشان هي بتشوف بشير ولا عشان هو لينكس؟ لا عشان هو لينكس وده ادابتر اصلا بيشوف عشان هو لينكس وده ادابتر فيرجن. انا ممكن اعمل انا مكان صغير من عنده حطه براحتك. بس هو يعني ايه لو انت حطيته غلط هو مش هيشتغل يعني خليه هو اللي يجنريت وقت المكان. بص كده عشان اكتيفيت اللي انا عملته ادوس اكتيفيت كده. بص الستاتس بتاعتها بقت اكتف. طيب اللي احنا عملنا النتورك صح ووصلنا الكابل بس لسه السيرفيس بتاعت النتورك بتاعت لينكس ما شافتش اللي انا عامله. يا اما اعمل ريستارت الفيرجن ماشين كعادة المصريين يعني يا اما ريستارت الايه السيرفيس بتاعتي تمام. كان اسمها سيرفيس نتورك تقريبا سيرفيس ده كمان حاجه ريستارت السيرفيس نفسها زي السيرفيس بتاعت الويندوز. لو انت فتحت الادمنستريتيف تولز بتاعت السيرفيس بتاعت الويندوز ساعات تلاقي مثلا دورك الوقع عشان مش تراستر على الماشين ترستارت السيرفس كده. انت بتعمل ايه؟ بتراستر السيرفس بتاعت النتورك. دلوقتي المفروض ده دخل على ايه؟ على النتورك. والكلاينت بتاعي دخل على ايه؟ تعالى بقى نخلي الاي بي كانت بتاعت ويندوز كانت ايه؟ بتاعت ويندوز نفسه؟ زيرو واحد زيرو اثنين حاول تشتغل بنفس الايبات عشان ايه ما تتوهش يعني.
بص كده مش ده الجهاز بتاعي اللي بره شايفه هنا اهوت. تعال نعمل لينك من عندي. وده كده ايه؟ الاثنين شايفين بعض. خلينا نجرب حاجة تانية. احنا متفقين ان الفيرشوال ماشين على حاجة اسمها ار ستوديو صح؟ ار ستوديو ديت انت ممكن تسيطرها لوكال عندك على الجهاز تشتغل عليها، بس ار ستوديو اللي انا اقصدها ار ستوديو دي شغالة على السيرفر برامات السيرفر، يعني هو يفترض في الكورس ان السيرفر ده كبير، فالار ستوديو قايمة على السيرفر وانت هتكونكت عليها ريموتلي تمام؟ فالار ستوديو ده ابلكيشن قايم فليه بورت نمبر تمام؟ اللي هو 8787 وممكن يفتح من خلال البراوزر تمام. طيب احنا بقى دلوقتي هنخش على ابلكيشن موجود على سيرفر لي اي بي صح. الاي بي بتاع السيرفر بتاعي كام؟ 8 1 8 تمام نقطتين، وبكتب الى البورت نمبر بتاع الابلكيشن تمام، ودوس انتر طلع لي لارس. لارس ده بيرن فين؟ السيرفر. بيرن على السيرفر تمام، يعني الرامات اللي هو بيستخدمها يعني رامات السيرفر تمام. لكن لو انا فتحت الار اللي عندي اللوكال دي لوكال عندي على الجهاز، رامات الجهاز بس هي اللي بتشتغل عليها تمام. الار ان ميموري بتشتغل كلها ان ميموري، فلما انت بتلود حاجه وبيلود الداتا سيت كلها ان ميموري، خلي بالك من الحاجات دي تمام. اليوزر نيم والباسورد بتاعت الار جي بي ادمن والتشينج مي تمام. اليوزر نيم بتاعت الار ستوديو جي بي ادمن والباسورد بتاعته تشينج كده. احنا يا جماعه دخلنا على الار، لحد هنا فيها مشكله. عملنا النتورك وقلنا الجهازين، ادينا الكلاينت اي بي وادينا السيرفر اي بي، وجربنا الابلكيشن اللي موجود اصلا على الايه؟ على السيرفر تمام؟ طيب عايزين بقى نكونفيجر الداتا بيز، عايزين نكونفيجر الداتا بيز. طيب عشان اكونفيجر الداتا بيز، بص لما انت تيجي تشتغل كيوزر سوري على الويندوز مثلا او على اللينكس او وات ايفر، لو انت مثلا عامل يوزر عندك مش الادمنستريتور بقى، عامل يوزر وهو الادمن، عامل يوزر ومديله الادمنستريشن هو الادمنستريتور بتاع الجهاز تمام. لو الادمن ده مسطب حاجه ممكن ما يخليش الناس الثانيه تشوف الحاجه اللي هو مسطبها، والادمن ده لو مسطب حاجه هو الوحيد اللي يقدر يقوم السيرفيسز بتاعتها. يعني لو انت جيت تسطب اوراكل على لينكس هتعاني جدا، لان هتلاقي ان موضوع اليوزرز مش متظبطه معاك قوي تمام. فهتلاقي ان انت لازم تسطب بنفس اليوزر اللي انت هتقوم بيه كل مره، او ان انت بقى بعد ما تسطب تكونفيجر اليوزرز بقى ان هم يعملوا يخشوا ويعملوا تمام. فهنا عندنا نفس الوضع، احنا عندنا يوزر هو اللي مسطب الايه؟ الجرين بلم او البوست جريس تمام. تعال نخش على اليوزر ده عشان الوجن على يوزر تاني من جوه الترمينال بتاع اللينكس، بقول السي يو، اكتب اسم اليوزر التاني. اسم اليوزر التاني كان اسمه جي بي ادمن تمام. هو ده على فكره يوزر هنا في اللينكس اللي احنا كاتبينه من شويه كان يوزر في الار ماشي. طيب بص كده عشان تميز ما بين الاثنين، علامه الهاش ديت ما بتظهرش غير الكوماندز بتاعت الروت، الاس دولار بتظهر مع اليوزرز التانيين اللي مش روت تمام. طيب انا عايز اروح ايه؟ عايز اروح للمكان اللي الداتا بيز متسطبه فيه. المكان موجود، بصوا فكروني اوريكم الفولدرز دي لما نفتح ويندوز هوريها لكم كجي او اي بدل ما هي دايركتورز بس تمام. كده احنا دخلنا على الجي بي ادمن، لو عملت ليست للحاجه دي بص كده هتلاقي كل حاجه عندنا، وهتلاقي فيها الديفولت بتاع البي اس كيو هتصرف بوستك اس الكوماند بتاع البي اس كيو ده زي ما تقول او ار سي ال مثلا او اوراكل، او زي ما تقول بايثون بتقوم الانتربريتر بتاع بايثون، ده هيقوم تيرمينال للداتا بيز، هيقوم الكونسبت تفتح تيرمينال مع الداتا بيز تمام. انت لو عملت كده بص كده بقى كل ده اتغير، وبقال لك هنا بي سيكوال تمام، والتايب بتاعك مش عارف ايه، والتمبلت 1 وايه
والعلامه عندي بقت ايكوال هاش، دي كده انا فاتح الكونسول او فاتح التيرمينال داخل مع الداتا بيز. انا لو كتبت هنا سيلكتد هتشتغل تمام. طيب تعالى نكريت يوزر. اليوزر هنا بسميه رول دلوقتي تمام. اليوزر بسميه رول، انا هقول كرييت رول اسميه دي بي يوزر 01. بص ده اليوزر اللي انت هتشتغل عليه لحد اخر الكورس. ده اليوزر بتاع الداتا بيز، لما انت تحتاج داتا من الداتا بيز هو ده اللي انت هتلوجن بيه تمام. دي بي يوزر وتعمل له لوجن. ويز لوجن ده يعني يقدر يلوجن. في نوعين من اليوزرز، في نوع اللي هو بنسميه زي سكيما. سكيما اللي هو اليوزر اللي بخزن عليه بس ملوش سيشن يتفتح من بره. وفي اليوزر العادي بخزن عليه وبقى ايه وبلوجن عليه من بره. تاني في نوعين في الداتا بيز، في نوع اسمه سكيما، نوع اسمه سكيما. سكيما ده اللي هو الحاجه اللي انا هخزن عليها بس، اللي احنا متعودين عليه ان انا بكريت يوزر صح في اوراكل، خش كريت يا عم التيبلز صح. والتيبلز بتتكريت فين؟ جوه اليوزر صح؟ لا هو في حاجه ثانيه، يعني في نوع ثاني اليوزر ما بيكونش ليه لوجن، اللي هي الداتا بيز بتاعتي وانا ليا يوزر في الاوراكل او ليا يوزر في الداتا بيز، هتكريت فين؟ في السكيما الثانيه اللي هي ما لهاش لوجن، بس مش انا لوحدي بقى. طيب اعرف ان في نوعين، في يوزر من غير لوجن، حاجه من غير لوجن يا جماعه بحط فيها تيبلز، وحاجه ليها لوجن بحط فيها تيبلز برضه. بس الحاجه اللي من غير لوجن دي احنا مش عاملين لها لوجن عشان احنا مش محتاجين نخش سيشن معاها. احنا ايه يعني هعمل ابلكيشن، فالابلكيشن الداتابيز بتاعته مش هتبقى على يوزر ده، انا هعمل سكيما ليه تحط عليه التيبلز بتاعته. وفي بقى يوزرز اعمله انا الناس تلوجن على اليوزر بتاعه ويكريت او يسلكت منين؟ من الداتا بيز الثانيه تمام؟ من الداتا بيز الايه؟ سوري من السكيما الثانيه تمام؟ سكيما ويوزر، سكيما ويوزر، في فرق ما بين الاثنين تمام؟ الفكره ده سؤال انترفيو ماشي. كريت من يوزر وعملنا له لوجن، تعالوا بقى ايه؟ ندي لليوزر ده باسورد اوتر رول، اسم الرول دي يوزر 01 وذ باسورد. ادي الباسورد بتاعتك اي ارقام بس خليك فاكرها. فخلينا ماشيين زي البي دي اف عشان لو نسينا حاجه نرجع للبي دي اف، يعني خلينا نفس الارقام نحطها كده. احنا عملنا يوزر يا جماعه، عايز اطلع من السيشن بتاعتي باك سلاش كيو كده. انا ايه بص كده انا فين دلوقتي؟ انا باليوزر اللي اسمه جي بي ادمن ودي اسم الماشين بتاعتي. اليوزر اللي اسمه جي بي ادمن ودي اسم الماشين بتاعتي. طلعت منين؟ الكونسول بتاع الايه؟ داتابيز صح؟ ها حد وقع؟ مكملين؟ طيب تعالوا بقى نسمع بيرميشن اليوزر بتاع الداتابيز ان هو يفتح السيشن فعلا ويخش على ايه؟ على السيشن. بص في طريقتين لعمل الموضوع ده، اللي انا اكونفيجر في لينكس. ممكن تفتح الايديتور بتاع الفي اي، وده انا مش بحبه في اي، وتعمل الايديت فيه تمام. وفي اللي هو الجي اي العادي بتاع الجي ايديت، الكوماند اللي بيطلع بالجي ايديت ويفتح. بس الجي ايديت مش بيشتغل غير بالاد بالروت، الفي اي هيشتغل بقى يوزر. فانا هشتغل هجرب لك تمام. تعالوا نروح على المكان الاول اللي فيه الحاجه. بص في اي ده، في اي ده هيعمل ايه؟ ده ايديتور بس في الترمينال نفسه. هجرب لك الاثنين وانت هتفهم الفرق. المكان اللي الكونفجريشن فايل موجود فيه داتا جي بي دي بي ماستر، لو انت عملت ترك هيكمل. بص بعد كده جي بي اس ان اي 1، ده المكان اللي فيه الكونفجريشن فايل. طب الكونفجريشن فايل بس نفسه بقى فين؟ اسمه بي جي، ده اسم الكونفجريشن فايل. لو انت عملت كده ده الفي اي اللي اديت فيه، انا بحبها بصراحه تمام. طيب انا بحب اعمل ايه بقى؟ انا بحب اخش روت واعمل الجي بي اس تاعي طالما انا روت تمام. اس يو كده انا برجع للروت تاني، ها برجع للروت تاني جي بي اس ان اي روت كده. انا يا جماعه ايه؟ انا الجي بي انا الروت
والفولدر اللي انا فيه اللي هو جي بي ار بي. لو انا عملت ال اس كده مش شايف اي حاجه، انا لازم اعمل تشينج دايركتوري واروح للمكان اللي فيه الفايل. بص كده، لو انت عملت ال اس شايف الكونفيجريشن فايل اللي هو بي جي اه، شايفين الكونفيجريشن فايل ده؟ ده اللي احنا عايزين نعمله ايه؟ ايديت. طيب نعمل له ايديت، جي ايديت. بص ده احسن بقى من التاني ده. بص كده طلع لنا جي واي عادي. تمام، انا عايز اعمل ايه بقى في الجي واي ده؟ تعالوا ننقل المعمول ده كده. اليوزر اللي اسمه جي بي ادمن صح؟ معمول له كل حاجه صح؟ ايه رايك لو عملنا كده؟ جينا هنا كده وغيرت اليوزر بس، خليته اللي هو مسمينه دي بي يوزر زيرو. تمام، الفايل نفسه ما سمعش في الفايلز الثانيه. على فكره انت لو عايز تفتح الفايلز بقى اللي هي بتاعت السيرفس وكل حاجه، انت الفايلز كلها اوبن سورس تقدر تعدل فيها. يعني هتلاقيها اكواد كده مكتوبه انت ممكن تغير فيها بايدك. لكن في الويندوز انت ما كانش عارف الكلام خالص. كنت كانت سيرفس بتنزل كده في الويندوز وانت مش شايف اللي بيحصل. تمام؟ تعالوا نعمل ريلود. قال لك سيرفر سيجنال تمام؟ اشتغلت تمام؟ تعالوا بقى نخش على الداتا بيس. تست الكونكشن بتاعت الداتا بيز. احنا قلنا الداتا بيز بتقوم ازاي؟ بي اس كيو ال. لو انا داخل باليوزر اللي اسمه جي بي ادمن، يعني جي بي ادمن ده اليوزر اللي مسطر الداتا بيز، فهو ايه؟ عنده كل حاجه. فالبي اس كيو ال ده اللي بيفتح
الكونسول بتاع الداتا بيز. طب انا بقى عايز اقول للكونسول خش لي باليوزر اللي اسمه دي بي يوزر 01 اللي احنا لسه مكريتينه وسامعين له بقى كذا وكذا وكذا وكذا. تعالوا نعملها. الداتا بيز بتاعتي اسمها تريننج 1 الهوست. طبعا انت تقدر تظبط بقى الكونفجريشن بتاع الهوستس وتخلي اللوكال هوست ليه اي بي وكده، بس انا ما عملتهاش مش لازمه. بورت نمبر، بص بقى البورت نمبر ده البورت نمبر ده بتاع مين؟ بتاع داتا بيز، بتاع داتا بيز زي 15-21 كده لانش غلط، هو البورت نمبر بتاع ايه؟ طيب ايه تاني؟ اليوزر بتاعي اسمه ايه؟ دي بي يوزر. بص كده بقى دخل لي الكوماند اصلا مكتوب جنبه تريننج 1 دي الداتا بيز بتاعتي، واليوزر اللي بيعمل اكسس للداتا بيز دي مين؟ دي بي يوزر 0. كده الداتا بيز ايه؟ قامت واليوزر بتاعنا اتعمل. بص يا جماعه لو انا كتبت هنا اس كيو ال بيعمل اي حاجه، ها؟ اي كوماند هنا ده برنه على الداتا بيز كونسول على طول. في كوماند ثانيه يا باشمهندس يوسف هشتغل عليها المره الجايه، هعلمك ازاي اصلا الاس كيو ال نفسه يكون موجود في فايل سكريبت بقى اللي انت عامله ده خلاص، وتروح تعمل له كل من خلال ايه؟ الشيل سكريبت. يعني تبعت الاس كيو ال فايل تبعته للداتا بيز تشتغل. هو ده الشغل الطبيعي، انت مش هتقعد تفتح فلوس الداتا بيز تكتب، انت بتعمل بيسموها جوب. جوب عندنا في جوب في الداتا بيز او في البيج داتا، جوب دي معناها بروجرام او ابلكيشن انت عامله بيسميه جوب. جوب دي مجموعه من السكريبتات كده ورا بعضها، مجموعه من السكريبتات دي ورا بعضها تمام، ايه الاوبريتنج سيستم هيعمل لها كول او انت بقى تعمل لها كول باي طريقه. المهم سام هاو في سكريبتات عندي حرمناها بطريقه ثانيه ان شاء الله السكشن الجاي ده لاب واحد اللي هو اللي جاي ده مع باشمهندس يوسف. احنا هنا دلوقتي زي ما قلت بكتب بي اس كيو ال دلوقتي بيعمل ايه؟ بيبعت بيفتح لي كونسول وانا اخش بقى اكتب الكوماندات بايدي. لكن افرض الكوماندات كان واحد عاملها وانا مجرد ان انا ايه الاوبريتور مثلا بيرن حاجه، او انا بعمل جوب شيل سكريبت كده كبير بيعمل بقى كل شويه كل جوب الاولى بتاعت شغل محمد شغل سلام شغل مش عارف كذا شغل كذا شغل كذا شغل كذا، في الاخر الكلام يخلص. فاكيد هعمل ايه؟ اكيد هعمل شيل سكريبت يكول السيرفيس بتاعت الداتا بيز يبعت لها الاس كيو ال وياخد الريزلت، يبعت لها الاس كيو ال وياخد الريزلت اوتوماتيك تمام؟ لان اكيد مفيش حد قاعد بيرن 24 ساعه شغل هو بايده. يعني بتعمل انت ايه؟ شيل فايل كده، بتعمل شيل سكريبت، تعمل له سكيدول في لينكس نفسه، هو رن مثلا كل ساعه هيعمل جوب معينه وات ايفر. المهم في طريقه ثانيه المره الجايه هنشوفها. طيب كده احنا يا جماعه عملنا الداتا بيز وعملنا النتورك وعملنا كل حاجه صح. تعالوا بقى ايه نطلع بقى من الجو بتاع لينكس ده. السيرفر قايم صح، خليه قايم بقى في مكانه. هو بس في حاجه انا بقدر افيك على السيرفر اللي ما بقاش بقدر من السيرفر بتاعي. تقدر تبيج على السيرفر بس انت تقدرش تبيج على السيرفر بتاعي. هشوفه بس هخلص بقى مش طيب. بس كده احنا عملنا ايه؟ خلصنا السيرفر بتاعنا وركناه بقى على جنب تمام؟ انت الخطوه اللي احنا فيها دلوقتي دي ممكن ما تخشش على السيرفر تاني. عايز ما تخش على السيرفر تاني ما انتش داخل. لو مش عايز تكتب الكوماندات بتاعت السيرفر تاني ما انتش كاتب تمام؟ دلوقتي انت ممكن تاخد السيرفر ده تحطه على جهاز مش عايز بقى اعمل له اكسس خالص. احنا بقى دلوقتي هنظبط له الاكسس منين؟ من الكلاينت بتاعي. اتفقنا على ايه بقى؟ اتفقنا ان انا محتاج اس اس اتش لوجن تمام؟ كاني داخل ريموت ديسك توب لو انا شغال ويندوز محتاج يو دي بي سي كونكشن، عشان لو انا عندي كلاينت بتاع اس كيو ال بقى بيكتب الكوماندات لوحده مش عارف حلو كده يعني ها اخليه كونكت من على يو دي بي سي. او انت لو انت مسطب الفيجوال ستوديو او مسطب عندك الفيجوال ستوديو لوكال تمام على الجهاز بتاعك ممكن على فكره توصله باليو دي بي سي بالداتا بيز اللي هي ايه؟ اللي على الفيرشوال ماشين تمام؟ والوين اس سي بي عشان تشوف الفايل سيستم بتاعي ايه؟ الفيرشوال بتاع السيرفر. طيب نبدا باليو دي بي سي. اتفقنا ان انا ال 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 البوست جريس سيكوال مش متسطبه عندي قبل كده، فالكمبيوتر بتاعي ما يعرفش الكوماندات بتاعتها بتتكتب ازاي او كده يعني. محتاج اسطب الدرايفر بتاعها، الدرايفر بتاعها هتلاقوه معاكم في الفولدر. طبعا انا عامل له انستول قبل كده فمش هعمل له انستول. لما تخلص ده يبقى انت كده سطبت الدرايفر بتاع ايه؟
بوست جريس هاجر. طب لو ابجريد ده حاجه هتشغلها؟ لا لا عايز تشغله سايبك براحتك، شوف الريدمي وكمل معاك. طيب اللي احنا عملناه كده عملنا الدرايفر، بس هل احنا عملنا الكونكتور نفسه؟ هل احنا عملنا الكونكتور نفسه؟ احنا عملنا الدرايفر، يعني عرفنا الويندوز، عرفنا الويندوز ان في حاجه اسمها ايه؟ بوست جريس سيكوال، صح؟ هل احنا عملنا بقى الكونكشن الفعليه مع البوست جريس سيكوال؟ احنا ما كتبناش لسه لا يوزر نيم ولا باسورد ولا اي حاجه. تمام؟ تعالوا بقى نعمل الكلام ده. الاو دي بي سي كونكشن في الويندوز هتلاقيها في حاجه اسمها او دي بي سي داتا سورسز. تمام؟ تعمل اد، بص كده هتلاقي ظهر عندك بوست جريس انسي وبوست جريس يونيكود. انا هشتغل يونيكود. طبعا على حسب انت عايز تشتغل حاجه فيها عربي حاجه فيها انجليزي، فانت بتحول الكونكتور نفسه يكون ايه؟ متظبط على اللغه اللي هتشتغل. طبعا انا كنت مجربها قبل كده. ده الداتا سورس نيم اللي انت عايز تعمله، سميه حماده مثلا، سميه اي حاجه. اسم الداتا بيز اللي انت هتكونكت عليها هناك. احنا لسه مجربين تريننج 1 صح؟ ومجربين الايه؟ الاي بي ده، ومجربين اليوزر، وده الباسورد بتاعته، وده الايه؟ البورت نمبر بتاع الابلكيشن اللي هي بتاعت الداتا بيز، عشان يعرف ان الريكوست ده هيروح لايه؟ لايه جوه اللينكس، تمام؟ انهي ابلكيشن. اعمل تيست كونكشن سكسسفول، يبقى انت كده ايه؟ تمام؟ طالما انت عملت بقى الكونكشن ده في الاو دي بي سي، اي ابلكيشن على الويندوز بتاع داتا بيز عايز يكونكت على الداتا بيز براحتك. هو ده الايه؟ الفيشه اللي ما بين الويندوز بتاعك والداتا بيز. اي ابلكيشن عندك سواء انت اللي عامله، سواء جي او اي مثلا بتاع اي اوبن سورس جي او اي بتاع سيكوال، اي الفيجوال ستوديو بتاع اي حاجه انت عايزها هيكونكت ايه؟ اوتوماتيك. تمام؟ الخطوه دي حد عنده فيها مشكله؟ حلو. طيب احنا فاضل لنا حاجتين، فاضل لنا الاس اس اتش اللي هو هيفتح التيرمينال بتاع اللينكس من على الجهاز بتاعي، وفاضل لنا الايه؟ الوين اس اس بي اللي هو هيفتح الايه؟ الفايل سيستم بتاعت اللينكس. تعالوا نفتح الايه؟ الاس اس اتش. بص في كلاينت اسمه اكسترا بوتي، هتلاقي معاك برده في الفولدر. الاكسترا بوتي ده هو الكلاينت اللي انا ممكن افتح منه اس اس اتش. في امثله منه كتيره، يعني في اكس لانشر، في اكتر من حاجه. انا هشتغل بالايه؟ بالبوتي. عايز تجرب اي حاجه ثانيه جربها مفيش مشكله. تعالوا نفتح البوتي. وزي ما اتفقنا لو انت عايز تلانش الجي او اي نفسه مش تكتب سكريبتات، تستخدم اكس لانشر. في ابلكيشن اسمه اكس لانشر هيكونكت اس اس اتش، تكتب نفس البورتال بس التيرمينال بقى هتخلي بدل ما يرمي في بدل ما يرمي هناك في لينكس هيرمي عندك فين؟ في التيرمينال بتاعك. تمام؟ بص انا اخترت نوع الكونكشن اس اس اتش البورت 22 السيرفر بتاعي. تمام؟ بص كده بيقول لي ايه؟ لوجن از ايه؟ ات الروت جي بي اس ان اي روت. كده انا قاعد فين بقى؟ كده انا قاعد على الكلاينت فاتح تيرمينال مع الايه؟ مع السيرفر. السيرفر اللي هو في مكان تاني. تمام؟ اكتب اللي انا هكتبه هنا. يعني بص لو انت رحت عامل اس يو جي بي ادمن، رحت عامل بي اس كيو ال، فتح الايه؟ الكونسول بتاع الداتا بيز فين؟ عندي. ها؟ كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت الاس اس اتش كونكشن ما بين ده وده. عملنا الايه؟ طيب تعالوا نعمل الفايل سيستم بتاعت الفيرتشوال ماشين. بص كده الون اس اس بي هيعمل ايه؟ احنا كده فتحنا الون اس اس بي، دخل بص كده شايف دي كده الفولدرات اللي على السيرفر نفسه. لو انت عايز تنسخ بقى من عندك داونلود على السيرفر او داونلود، هو ده اللي هيعمل لك كل حاجه. انت ممكن من هنا تفتح الكونفجريشن فايلز وتغير فيها، ممكن تفتح اي حاجه وتغير فيها. يعني بص كده او كل فايل مانجر بس هوم بس كده هو خد عروض. مش كنا بنخش على جي بي ادمن كنا بنقول لها حاجات كتيره اهي صح؟ لو انت بقى يعني رجعت الفيديو تاني و
واخدت الدايركتورز ممكن تفتحها من هنا عادي. تمام؟ على فكره انت ممكن تتسطع بالخطوه دي الاول بدل ما تكتب الايه السكريبتات بدل ما تقعد تعملها في الايه فينكس براحتك زي ما انت عايز. بس كده احنا قاعدين على الكلاينت بتاعي والفيرشوال ماشين في اي حته انا بقدر ايه كونكت عليه. تمام؟ طيب في حد عنده مشكله؟ حد عنده اي سؤال في الابروتش اللي احنا اتفقنا عليه ده؟ حد واقع منه اي حاجه؟ وده اللي احنا هنكمل عليه طول الترم. حد واقع منه اي حاجه في اللي احنا بنعمله؟ حد مش فاهم يعني ايه اس اس اتش او او دي بي سي او فايل سيستم؟ شكرا.